يعتبر الإعلامي الكبير مفيد فوزي واحد من أهم الإعلاميين والصحفيين، واللي ليهم تاريخ كبير في العمل الإعلامي والصحفي، واللي كان بيتصدر الترند في كل لقاء بيعمله سواء مع فنان أو من رجال السياسة. لكن المرة دي اتصدر الترند مفيد فوزي بعد الإعلان عن خبر رحيله المفاجئ، وفي الفيديو ده هنكشف لكم اللحظات الأخيرة في حياته، فخليكم معانا. في الأيام الأخيرة تدهورت صحة الإعلامي مفيد فوزي، خصوصاً بعد العملية الجراحية اللي أجراها إثر تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية، إلا إن صحته ساءت أكتر في الفترة اللي فاتت بعد وفاة 2 من أقرب أصدقائه، وهم الفنان سمير صبري والكاتب الصحفي صلاح منتصر. ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، مفيد فوزي ما قدرش يستحمل الصدمة وتعرض لأزمة نفسية كبيرة، بالإضافة إلى إنه كان بيعاني من وعكة صحية خلال الأيام اللي فاتت أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات المهندسين، وكان بيعاني من تعب شديد دخل بعده العناية المركزة. نعى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر الكاتب الكبير مفيد فوزي، واللي رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض. وكشف كرم جبر عن تفاصيل اللحظات الأخيرة للإعلامي مفيد فوزي، وده عبر حسابه الخاص على فيسبوك، وقال: زرته منذ أيام قليلة في الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات برفقة الصديقين أسامة سرايا وعبد الله حسن. كان مرهقاً وتبدو عليه ملامح الموت والبحث عن الراحة بعد رحلة كفاح طويلة لم يهدأ خلالها لحظة. البقاء لله أنعي الكاتب الكبير الأستاذ مفيد فوزي. وأعلن عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري الوفاة، فكتب عبر حسابه الخاص على موقع تويتر وقال: وفاة الكاتب الصحافي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناة مع المرض، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان. ده غير أنه كمان اشتغل صحفي في مجلة صباح الخير، بالإضافة أنه قدم حلقات إذاعية في إذاعة الشرق الأوسط، وقام بإعداد الكثير من البرامج الإذاعية في عدد من الدول العربية، وتخرج من كلية الأداب بجامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية سنة 1959، واشتغل في الصحافة في نفس السنة، وبعدها اتنقل منها للعمل التلفزيوني. وخلال مشواره المهني حاور مفيد فوزي كتير من المشاهير في مجالات السياسة والفن والأدب، وأول حوار تلفزيوني يقدمه قدام الشاشة كان مع الأديب الراحل نجيب محفوظ. مش بس كده، ده كمان شارك في فيلمين سينمائيين باسمه وشخصيته الحقيقية كصحفي ومحاور، هم حديث المدينة من إنتاج مجدة الصباحي ومعالي الوزير مع الفنان أحمد زكي.